حنوعدكم مشاهدينا مع واتس كوكينج، واليوم مثل كل يوم سبت معنا دلال كنج، واليوم في شيء طيب. هاي ستيفاني، بس سكري مش مالح. لا سكري، مثل ما قلت لك تحت الهواء انه بتعرفي امبارح كان عندنا حلقه هيك مميزه، واجينا كثير كثير سالنا المشاهدين شو على بالكم اليوم نعطي وصفه، بقى كانت الاوت، مشان هيك أوكي. اليوم ما شوفين شوفين صح، اليوم حبينا هيك نشتغل بوصفتين سهلين وسريعين، يعني ما بدهم كثير وقت، خارج انه نشتغلهم بصبحيه بعد الظهر، حتى اذا الاولاد بحبون. واليوم بدي اقول انه هيدي وصفه فينا نشتغلها قبل بيوم. شو هي وصفتنا؟ مثل ما هون عم يشوفوا ستيفاني، هيك بلشنا اليوم شوي بالعكس، خلينا هيك نرجع شوي للمشاهدين على اللي اشتغلناهم. اليوم عملنا مثل اون بات اذا بدك، يعني هي عجينه، بما انه انا كثير بحب اشتغل بالتارتات، بقى اليوم اذا بدك عبالي هيك سميها عجينه التارت. هلا هيدي عجينه التارت شو بدنا نحشيها؟ اليوم لقيت انه بما انه نهار سبت وبفتكر مش الكل عبالهم يطبخوا، اسهل شيء انه نشتغل بالياقوت، او اذا ما عبالنا بحلى نوع من الكريم، يعني اليوم عم نحكي على لبن عفريز، لبن على حيلا نكهه نحن بنحبها. هلا هيك خلينا نبلش ونخبر من شو معموله وصفتنا. هيدي وصفه من الاثنين، من شو معموله وصفتنا اليوم؟ انت جايب الجامبو اوت الكبار، بس فينا نشتغل، فينا نشتغل بالأوت. ايه بس هولي منظرهم اجمل، منظرهم اجمل، بس اكيد حسب نحن شو منحب شو عنا فينا اكيد نشتغل. هيك تخبر هيك سريعا قبل ما بلش من شو معموله وصفتي اليوم. ما عم بحكي على اوت، مثل ما قلنا انه حسب نحن شو منحب منجيب، عم نحكي اليوم ما عبالي اشتغل بالموز ستيفاني، يعني أوكي. اليوم انا عبالي بهيدي الوصفه يلي هي عجينه التارت بدل السكر موز. لا بعد منزيد سكر كمان. ايه. اوكي بلشنا بالفواكه الموز، واليوم بدي اضيف العسل، يعني اليوم بدي استبدل العسل بالسكر. بدي اضيف، لا بدك تستبدل السكر بالعسل. بدي استبدل السكر بالعسل. اوكي يا اما يلي ما عباله يحط عسل، عباله سكر زيتها. بدي احط شويه من القرفه، شويه من الفاني، بدي امزجهم كلهم سوا، وبدي اوضعهم بقوالب التارت. اوكي اليوم بدي اقول للمشاهدين، بتقولي لي انا ما بحب الموز، بقول لك في استبدل بحيلا نوع من الفواكه، يعني فينا نشتغل بالتفاح بالفريز او بحيلا شيء نحن بنحبه. لكن خلينا نبلش وصفتنا. اول شيء اليوم جبنا الموز، بدنا اكيد نطحنهم شوي. اوكي بدي انقع، او بنعملهم بالشوكه، فينا بالشوكه فينا نطحنهم. اوكي نشتغل شوي، تقريبا كبايه ماكسيموم. اوكي شو بدنا نضيف؟ نضيف لهم القرفه. ستيفاني اليوم بدي اقول انه انا بدي انقع الموز بالقرفه لمده ساعه. اوكي شويه من الفاني. اوكي هلا نحن ما نقعناه هون لنقدر نوصل الفكره للمشاهدين. اوكي لكن وضعنا موز، قرفه، او فينا هون تفاح، نجاس، حيلا نوع من الفواكه اللي نحن بنحبها. خلينا نزيد شويه من القرفه لانه بيلبق كثير مزبوط على الموز. بدنا نرجع نضيف العسل. هلا انا اللي بشوف فيريناتي بقول عامله شيء بفيرين، بس لا حتى الانجريدينتس بقلبهم. شويه من العسل او السكر. اوكي او بدي اقول انه اليوم كمان في اشتغل بالسيرو ديرابل، يعني يا سيرو ديرابل اذا عندنا بالبيت. اوكي بس هو العسل طيب معهم. وهلا بدنا نضيف القوت. هيدي وصفه فينا نشتغلها على النظر ستيفاني. مزبوط حسب كونسيستانس البنان كمان، يعني بنضلنا نحط لهيك تتماسك، ما بدنا نحط طحين. اوكي بس بالشوفين صح، يعني بدها تصير مثل عجينة إذا بدك. شوي سميكة، شوي سميكة أكيد.
هيدي بازل شو اسمه؟ تارت. يعني اليوم كأنه عم نشتغل عجينة التارت. عجينة التارت حتى في ضف لها الكريم تشيز، في حطيت لها الأجبان، في مثل ما في اشتغل اون صوص باتيسيير بدي اياه، حتى في حط لها قشطة كمان بتطلع طيبة. عم تحمل شوية قول. ايه بتحمل، بتحمل شي معلقتين ثلاثة. تهيك تتماسك شوي. وبدي اقول اليوم انه هيدي وصفة طيبة الريحة، فينا نشتغلها على بكره، وفينا يعني يا اما نشتغلها قبل بشوي ما بيأثر. لو اسود الموز حتى بالبراد، حتى بالبراد بتتماسك اكثر، ولا ما بدها اكثر من هيك. هيدي وصفه كثير طيبه ستيفاني انه نقدمها بصبحيه. هلا فينا نكتفي هون، بدنا نلبس الكفوف حتى في اشتغلها بقالب الكب كيك. كمان بدي حمي الفرن 170 درجه لمده 10 دقائق، وبدي دان. وبس نطلعهم بدنا نحشيهم لبن. فينا نحشيهم اليوم هيك حبيت، لانه انا اليوم اعتبر حالي انا بعدني بالصبحيه، لانه بالصبحيه حلو ايه انه نشتغل ياقورت على حالة مثل نكهة. ما قلنا نكهه نحن بنحبها، ويلي ما عباله فينا نحط، حتى نحط لهم دي فرويس هيك، يعني نفرم مشمش، تين، زبيب، جوز هيك مع شويه من العسل او حيلا شيء نحن بنحبه كمان بيمشي. هيدي أول وصفة. تاني وصفة. تاني بعدنا بزيت المود. بزيت المود يعني اليوم مش طالعين منه. اليوم كمان عم بحكي على قوس، يعني اليوم بدي ضيف. ولا شوفين. شوفين. بدي أضيف له شوية من بزر الكتان. هلسي اليوم. يوم هلسي. هيك ما بقى حدا يقول لي بتحطي كريم فريش وصرت اليوم لا. كمان بدنا نرجع ستيفاني ونضيف، شو رايك نشتغل بالتفاح؟
حليب جوز الهند اوكي. هلا كيف بدنا نحطهم بالفرن؟ بدنا كمان نحطهم دون دي كاب كيك. اوكي بقالب كيك بدنا نضيف لهم شوية من الجوز. يعني هيدي وصفة جلوتين فري. صح كثير منيح. بدنا نضيف شوية من الجوز، اللوز، زبيب. بدنا نرجع نضيف شوية من حليب جوز الهند. بدنا نعبي قوالب الكب كيك ستارت، حتى فينا نضيفهم بكيك بقالب الكيك وندخلهم على الفرن. حتى عسل بقلبه كمان بيطلع طيب. ستيفاني اكيد وصفتين هيك خفاف وسريعين. لكن شو حطينا؟ حطينا شوفان، موز، تفاح، فلاكس سيدز، شو كمان حطينا؟ معلقة بينات باتر. صح، والموند بينات باتر. حطينا عسل؟ لا ما حطينا عسل، بس إذا على بالك فينا نحط عسل. أوكي. حطينا جوز، مزجنا، حطينا بيكنج باودر، مزجنا كل المقادير سوا، حمينا الفرن مع حليب، مع حليب أكيد حليب جوز الهند، حمينا الفرن، دخلنا وصفتنا بقلب الفرن. اوكي كثير هينة، وهي فينا نشتغلها على النظر. أكيد يعني ما بدها كثير مقادير. هيدي كثير طيبة انه نقدمها بالصبحية. على اساس نحن بعدنا هلا باجواء الصبحية. غدا بعدنا. هلا اليوم السبت ما بنتغدى بكير. حتى ستيفاني بتعرفي فينا نقدمهم، نحط عليهم سيرو ديرابل من بعد ما يطلعوا من الفرن، بيطلعوا كمان كثير طيبين. فوالا هي هيك نعبيها بعد شوي. وبدي اقول كمان انه فينا ما نحط فواكه بقلبهم، اللي ما بحب. اوكي فينا بس نحط موز بلا التفاح اكيد. فينا نحط كمان يمكن فواكه مجففه اكيد. ما هيك؟ صح. نحن خلص وقتنا، رح ناخذ سوا وقفه مشاهدينا، نرجع منشوفكم بالبرزنتيشن. طب مين بده يبلش ستيفاني؟ انت بلشي. انا لا، انا فيري بيزي، انا بيزي كثير. بدي اشوف الريزالت هلا. بعد في ريزالت بالفرن رانيا، بس بدهم وقت ليطلعوا. نحن وقت ناكل فريز. ناكل فريز. ما هيك مش معقول الفريز، ما حدا في قاوم. عن جد اطيب شيء. اوكي. بدي اقول شغله. قولي. بدي اقول ثانك يو لكل الاشخاص اللي تواصلوا معنا على السوشيال ميديا، لانه هن طلبوا هيك وصفه شيء لايت على سويت على صيفي. بقى عن جد ثانك يو، ودائما تواصلوا معنا ومع دلال اكثر، لان انا مش دائما بوصل لها المساج. اليوم عن جد جلوتين فري رانيا، اللي عنده مشكله مع الجلوتين. اليوم عملنا هيك وصفه، حتى كمان اذا ما عنده مشكله ستيفاني فينا نقدمها هيك بصبحيه. يعني العالم بتحب انه تكون طلعنا شوي من العاده. بس فيني ارجع اعرف شوي، لانه انا كنت شوي مشغوله بيزي. اليوم اشتغلنا هيك، بعرف شفتك. اليوم اشتغلنا بالاوت، يلي عملنا وصفتين. يعني اول وحده ضفنا لها شويه من الموز اللي نقعناه مع العسل،
رجعنا ضفنا شوية من القوت، شوية من القرفة، شوية من الفاني، مزجناهم كلهم سوا. وإذا بدك سميت عجينة هيدي التارت، يعني هيدي عجينة التارت اللي فينا نشتغل أديرة. ايه ونبقى مع شعراتك ستيفاني روز عن جد ليك انت هاللي لازم تاكلي ليلك. بعدين اليوم رانيا حبيت انه هيك احشيها يا قورت، بس كمان مثل ما سبق وحكينا يلي فينا نحشيها شو ما بدنا، يعني فينا نعمل ميلانج دو جوز لوز. طيب هلا النتيجه النتيجه بدنا ندوق. ليك اشتريك شوكه وسكينه هون مخبوزين خالصين. بس صعبه شوي القصه ولا لا انا غلطانه؟ شو ستيفاني؟ ما كثير. اوكي هيدي دونك على فريز كلهم زيت الشي. هيدي ليلك على شو يا ستيفاني؟ عفوك عفواك، لكن رح اروح على ليكي. انا ما بهمني تذوق الياقورت، بهمني تذوق طعمة التعجينة. طب دقيقة تابولو. طيب دلال شو بك؟ وبعدين بدي اقول انه حتى فينا نحشيها كريم باتيسير، حيلا نوع من الكريم يلي نحن كمان بنحبها. فينا نضيف لها الكريم تشيز لانه مع قرفة طيبة. شو طيبة؟ والياقورت كمان منه عاطل. كثير خفيفة ما فيها سكر، هيدا اهم شيء. واوت يعني صحيه وجلوتين فري بتجنن. ثانك يو دلال. انا اكيد رح اعملها بالبيت وهينه كثير، يعني ما بدها كثير وقت. انا هلا باخذ شاي معي. ايه بعد شيء. ميرسي. ثانك يو دلال. ثانك يو لالي. بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. مشاهدينا انا برجع بشوفكم نهار الاثنين. بو ويكند وما تنسوا الرسمه. باي باي.